السلام عليكم. اليوم في مطبخ مريض ان شاء الله راح نديروا غلاصاج ميغوا باللون الاحمر. يعني احنا ندير لكم احمر لكن نتوما تقدروا ديروا اي لون تحبوه. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ المهم كامل المقادير نحتاجوا نفس الوزن، يعني 150 غرام تاع السكر، 150 غرام تاع لا كريم فريش الخاصه بالحلويات، 150 غرام تاع الجلوكوز، عسل الجلوكوز اللي يتباع في المحلات، 150 غرام تاع الشوكولا بيضاء، 11 غرام تاع بودره تاع لا جيلاتين اون بودغ. راح نوري لكم هذا هو الكيس اللي شريته، يعني فيه حوالي 30 غرام. ها هو امامنا، يعني يدير 50 دينار، يعني 5000 درهم. والعسل الجلوكوز ها هو امامنا، يعني باش نشوف هنا فقط عطيت لكم بالغرام، واللي ما عندهاش الغرام تحسب بالكاس. هنا الكاس يجينا حوالي كاس الا ربع تاع السكر، كاس الا ربع تاع لا كريم فريش. بما ان الجلوكوز ثقيل شويه يعني فوق النص بشويه، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. والشوكولا باينه بالغرام. اول حاجه نديرها هي اني نحكم لا جيلاتين تاعنا، ندلها شويه تاع الماء فقط باش نفخوها بهذه الطريقه، يعني حوالي جمهات كبار تاع الماء، نفخوها في الماء بارد عادي. ها هي، ونخلوها على جهه تنفخ. اذا من بعد نحكم كسرونه، واش ندير؟ ندير لا كريم فريش، هاد الوصفه هذه فقط حبيت نهديها لوحد الاختيه طلبتها مني، عندها عيد ميلاد زواج، عندها عيد ميلاد زوجها، حبيت تفرحوا بهاد الكيفيه وانا حبيت نلبي لها الطلب تاعها. نديروا الجلوكوز، كما نعرفوا ان الجلوكوز ثقيل، يعني إذا نهبطو مليح، يعني كامل المقادير كيف كيف نهبطوه كامل. إذا ونحط هذا الخليط فوق النار ونرجع لكم. إذا هنا الخليط تاعي راه فوق النار ونبقى نخلط. هنا واش لازم؟ هنا لازم يغلي فقط والسكر تاعنا يذوب، يعني ما نخلوش يغلي بزاف، غير يذوب السكر نطفي عليه. نبقى نخلط فوق النار. اذا هنا الخليط تاعي راه بدا يغلي كيما رانا نشوفو، السكر تاعنا داب، يعني تبقى تخلطي باش هذاك، لانه السكر نعرفو بلي يهبط لتحت باش يذوب لنا مع الجلوكوز لا كريم فريش. تبعو مليح هاد المرحلة باش ننجحو فيها. هنا بدا يغلي الخليط تاعنا، نخلوه يدي غلوة وحدة ونطفو عليه، لانه النار مديرتها ماشي قويه بزاف، يعني ها هي ها غير يغلي نطفي عليه. هنا من بعد هذا وين نحيتو من النار، واش ندير؟ عندي هذيك الشوكولا بيضه تاعنا قطعتها رقيق باش ندوب لنا بالخف فقط، نحكم الاسباتول احسن باش نديرو في الحس، ونبقى نخلط في هذيك الشوكولا. نعرفوا ان الشوكولا يعني دوب غير السخانه، خاصه الشوكولا البيضاء يعني ما تحملش بزاف السخانه، كاين بزاف اخوات ما تنجحلهمش كي يذوبوها وحدها. دائما نوصيكم حمام مائي، يعني كي تحبي تذوبيها وحدها وديريها قبل ما يبدا يغلي الماء، تحطيها فوق نار هاديه وتخليها غير بشويه وتبقاي تخلطي. اذا هنا نبقى نخلط فيها حتى تذوب لنا كيما رانا نشوفوا. هذا باش نتعلموا كامل نديروا هذا الكلاصاج فقط، درت لكم بالتفصيل. نزيد معاهم هذيك لا جيلاتين اللي نفختها في الماء بارد، نبقى نخلط حتى هي، يعني لا جيلاتين تذوب لنا في السخانه تذوب، نبقى نخلط حتى تذوب لنا. نعرفوا ان لا جيلاتين ما عندها لا لون لا طعم لا رائحه، يعني وين ديريها تمشي عليك. نبقى نخلط حتى يذوب كلش. اذا هنا بعد ما تخلط كل شوداب واش نزيد؟ ندير ملون احمر. انا هنا عندي بودره، يعني نديرو غير بشويه ونشوفو ونخلطو حتى نحصلو على اللون يعني اللي انا حابينو، يعني نرغب فيه. انا حبته احمر، راح نزيد له شويه لانه يعني مازال يخصو، نزيد كميه قليله فقط.
نبقى نخلط. اذا هنا ها هو اللون اللي كنت حبيته اللي تحصلت عليه. هنا فقط لازم تخلطي غير بالملعقه، ما لازم تدخلوا لا مضرب يدوي ولا يعني باتجر. علاش؟ لانه حنا ماناش حابين هذوك الفقاعات باش ما يجوناش في الكلاصاج تاعنا. اذا نفرغ مليح، لازم نصفو هذا الخليط تاعنا هكذا باش اللي كانوا فيه شوائب ولا الكولون تاعنا ما دابش مليح ولا حيبقى لنا في الصفايه يعني ما يهبطناش. ها هو شو لقاو لنا حبيبات، نبدا نصفيه مليح. اذا ها هو الخليط تاعي بعد ما صفيته، ها هو تحسوا انه صافي ما فيش كامل الشوائب. هنا واش ندير؟ لازم نخليه حتى يولي دافي. هنا مازال سخون يعني دي كي ديري على الملعقه يبقى لاصق يعني ما يهبطش كامل، ثم باش نبدا نخدم به. هنايا مازال عندي، نزيد نخليه حوالي دقيقتين نعاود نشوف. هنا فقط لي عندها الترمومتر، المهم الخليط تاعنا يولي 30 درجه. اللي ما عندهاش تستنى حتى يولي دافي. هنا الخليط تاعي انا مازال ما وصلش 30 درجه، رغم انه عندي يعني تقريبا قريب 10 دقائق من ناحيته من النار. هكذا باش تعرفوا يعني ابل بري يعني كيفاش. هنا كيما انا نشوفوا راهي 36 درجه 37 يطلع. شوفوا القوام تاعو كيفاش داير، يعني مازال ما بردش، يعني مازال ما وصلناش للمرحله باش نغلاسي به الكاطو تاعنا. نزيد نخليه يبرد نعاود نرجع لكم. اذا هنا ها هي هبط درجه الحراره تاع الخليط تاعنا 32 درجه. هنا نحيه لانه راح نديرو في طاس واحد اخر. بهذه الطريقه راح تزيد تهبط درجه الحراره ونوصلو حتى 30 درجه. راح نعمل لكم القوام تاعو اللي ما عندهاش الترمومتر. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، يعني يجي ثقيل. ممكن ديري على المغرفه ما يهبطش تمتم، لازم يكون ثقيل الخليط هكذا باش تنجح لك وتغلف لك الكيكه تاعك مليح. اذا هنا هاي الكيكه تاعي انا وجدتها من قبل، طيبت لا جينواز البارح، درت اون جينواز. راح نحط لكم الرابط تاع الوصفه تاع لا جينواز. فقط انا عملتها في مول مدور يعني في 22 سنتيم. هادو اللي تفتحوا هادو، هاد اللي تحت انا ما نحيتهاش راهي من تحت، تساعدني باش نخدم عليها لا بياس تاعي. واش ندير دوك؟ نبداو نفرغوا لو كلاصاج تاعنا. بسم الله، فقط باش ينجح لكم لازم تتبعوا كامل المراحل. ونسيه كيفاش نغلفها مليح. وعملتها على كاس، اثنين كي زوج كيسان دايره من تحت باش اللي يسيل يسيل فوق. معلومه اخرى ثاني نسيت ما قلتها لكمش، لا بياس تاعي كي خدمتها غلفتها بلا شانتيي، قسمتها في الوسط، شربتها يعني هاد المراحل راكم تعرفوهم كامل. وعملتها في المجمد، يعني الكيكه تاعي عملتها في المجمد حتى جمدت مليح باش نكلاصيها باش ينجح لك الكلاصاج ويبقى فوق الكيكه ما يهبطش. اذا نغلفها مليح. اذا هنا راني غلفت كامل الكيكه تاعي والكلاصاج، ماذا بكم ما تمسوش بيديكم، خلوه يهبط وحدو على الكيكه تاعكم وخلوها تبرد حتى ينشف لنا كامل هذا ونعاود نرجع لكم. اذا ها هي لابياس تاعي وجدت امامنا. فقط هنا زينتها بالاباط عجينه السكر، كانت سبق وجدتها معكم يعني شحال عندها مده ملي وجدتها تبقى هكذاك، يعني غير تخرجيها عاودي خدميها في يدك. خدمت بهذه المول تاع الوريدات، ها هما امامنا. ان شاء الله تنال اعجابكم. فقط مش راح نقسمها الان حتى تبرد لنا مليح، كي نقسمها نحط لكم الصور فقط. واللي طلبت مني الوصفه ان شاء الله تكون استفدت معنا. ها هي الوصفه معنا واجده، ان شاء الله تنال اعجابكم. والتزيين دائما يبقى اختياري. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.